السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخ مصطفى؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتك ولا سيدي. هل يجوز يا شيخ مصطفى الحجز في الشقق بتاعت شقق الإسكان الاجتماعي؟ أنصحك بالابتعاد لأن فيها شروط ربوية. وإن كان البعض يقول بأنه ليست بفايدة. أنا أجبتك. نعم، طب هل الأب هو الشخص الوحيد إذا أعطى الابن مالا يجوز أن يأخذه بالزيادة؟ ها؟ اشتراط مال لا، يعني مشترط هذا عند الإعطاء ولا نعم لا يجوز الاشتراط بهذا.